تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية، صوت القاهرة في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. واحد، التطرف الديني في إسرائيل. إسرائيل فيها كتلة كبيرة جدا من الأصوليين اليهود، اليهود المتطرفين دينيا. يوم السبت هؤلاء المتطرفين بيفرضوا على الإسرائيليين أن هم ما يعملوش أي حاجة يوم السبت، لأنه يوم السبت راحة ممنوع فيه العمل نهائيا. فمن أول الجمعة بالليل لغاية يوم السبت كله، لأنه اليوم المقدس عند اليهود، ممنوع أي حد يعمل أي حاجة، بما فيها أنه يركب عربية، يروح بمواصلات، أي شيء، يفتح عيادة، يفتح أي شيء، ممنوع أي حركة طبقا للمتطرفين اليهود. إنما الجديد أن في محكمة إسرائيلية حكمت أن ولا مباريات كرة القدم، وألغت المحكمة مباريات كرة القدم يوم السبت. فالتيار العلماني هناك بيقول ان احنا كده كل مرة بنخسر قدام التيار الديني في اسرائيل. قلت لحضراتكم قبل كده يمكن يكون في مصلحتنا زيادة التطرف الديني والتمسك الديني في اسرائيل. كل ما اليهود تمسكوا بالتشدد الديني وبالافكار الدينية التقليدية، ده ممكن يكون في المصلحة، لان اللي بنى هذه القوة الاسرائيلية بالتحالف مع بريطانيا ثم أمريكا هم اليهود العلمانيين. إنما اليهود المتدينين إذا أصبحوا أغلبية وليهم القرار النهائي وهم الصيغة الغالبة على المجتمع، ده معناها إن المجتمع الإسرائيلي هيغرق في التطرف وفي أفكار بدائية، وهيغرق بقى في كلام من نوع عدم لعب الكرة يوم السبت، وحاجات كتيرة جدا هتضعف فكرة الدولة العبرية التي تأسست على أنقاض فلسطين، أو تأسست على أرض فلسطين، لن يكون إن شاء الله على أنقاضها بدعم غربي. التطرف الديني يمضي في إسرائيل. 2، جيوش إفريقية لمحاربة بوكو حرام. بوكو حرام التنظيم المتطرف اللي موجود في نيجيريا. قلنا قبل كده نيجيريا أكبر دولة إفريقية، أكبر عدد مسلمين في إفريقيا مش في مصر، مع إن مصر دولة كبيرة جدا إفريقيا، إنما أكبر عدد مسلمين في نيجيريا. نص نيجيريا من المسلمين، ومستقبل نيجيريا إن فيها أكتر من 150 مليون مسلم. إنما حركة بوكو حرام طلعت بقى علشان تسيء لهذا الدين العظيم في نيجيريا وفي الدول التي حول نيجيريا. دلوقتي في رؤساء أركان اتجمعوا، رئيس الأركان الجنرال إبراهيم سعيد، رئيس أركان الجيش التشادي، بيقول إن احنا عدنا وقررنا خلاص في قوة إفريقية لمحاربة، من 5 جيوش لمحاربة بوكو حرام، من نيجيريا والكاميرون وبنين وتشاد والنيجر. الخمس دول دول عملوا جيش من 10,000 ضابط وجندي لمواجهة تنظيم بوكو حرام. كده الخريطة واضحة قدامنا، إن الإسلام اللي كان بيتوغل في إفريقيا وليه مكانة كبيرة جدا في إفريقيا وليه وضع رائع في إفريقيا وقوة ناعمة حقيقية لهذا الدين عبر التسامح اللي كان موجود عند المسلمين الأفارقة، بتدمره حركة بوكو حرام. الإسلام في العالم العربي بتدمره تنظيم داعش وحلفاء داعش. الإسلام في آسيا حركة طالبان. يعني احنا عندنا في كل مكان طلع هذه المجموعة علشان تكرر الإسلام في القارات المختلفة. فالمسلمين اللي في آسيا يبقى طالبان وأخواتها، طب المسلمين العرب يطلع داعش وأخواتها، طب المسلمين الأفارقة يطلع بوكو حرام وأخواتها، بحيث أن يكون صورة الإسلام ممزقة أو سيئة في كل قارات العالم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. 3، إفلاس السعودية، الحرب النفسية على المملكة. فجأة في النص الأول من الشهر ده، من أغسطس، أول أغسطس، بعد أسبوع، بعد أسبوعين، يدعوات أحرنوت، وبعد كده ديلي تيليجراف، بعد كده دويتش فيلا، التلات صحف ومواقع الإعلامية ديت كتبوا نفس المصطلح، إفلاس السعودية. عمرنا ما سمعنا قبل كده هذا المصطلح، لا في علم الاقتصاد ولا في أي نقاش سياسي، إفلاس السعودية. إنما هذا المصطلح هو جزء من حرب نفسية على المملكة.
في تحليل اقتصادي، في معلومات، وفي درجة من المنطق. إنما هم كبروا هذا التحليل علشان يثيروا الفزع لدى السعودية ولدى حلفاء السعودية من مستقبل اقتصادي سيء. نبدأ بيدعوت أهرونات. كتبت بقى تحليل أو مقال لأحد كتابها بيقول فيه النفط بيتراجع سعره، تمام. قال لك بناء على ذلك السعودية في أزمة، تمام. لكن كمل بقى وقال ده معناه السعودية لا يمكن أن تقف اقتصاديا إلى جانب مصر، لأن هي أصلا هيبقى عندها أزمة اقتصادية، فإزاي تقف مع دولة أخرى إذا هي أصلا عندها أزمة اقتصادية قبل ما تساعد الآخرين. كمل بقى وقال البرستيج بقى والمكانة للأمة العربية والعالم العربي اللي كان موجود في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عشان خاطر البترول تراجع، فإسرائيل هتبقى أقوى من العرب في الأمم المتحدة. ليه؟ كان العالم كله عايز البترول فبيسكت شوية مع العرب، دلوقتي أصلا مش عايز البترول والبترول سعره نزل، ده معناه إن إسرائيل في الطالع والعرب والسعودية في النازل. ده كلام مين؟ يدعوت أهرونات. بعدها بكم يوم ديلي تليجراف طلعت وقالت كلام قاسي جدا، قالت السعودية في ورطة كبرى، يعني ممكن يكون في مشكلة اقتصادية، خلاها بقى ورطة كبرى. ده الإعلام الغربي بيشتغل كده، اللي هو بقى يخوفك البلد دي هتقع فيقول لك ورطة كبرى. الأخطر بقى لك إيه؟ وبنهاية هذا العقد، يعني بعد 5 سنين من دلوقتي أو 4 سنين من دلوقتي، السعودية تعاني أزمة وجودية. يعني أزمة وجودية؟ يعني معناها أن تكون أو لا تكون. يعني إيه تاني؟ يعني معناها أصلا ممكن ما يكونش في السعودية بعد 5 سنين. ده كلام مين؟ ديلي تليجراف. ليه؟ لأن في أزمة اقتصادية نتيجة انخفاض سعر النفط بس مش أكتر. إنما وصلوا بقى بالتحليل إلى هذا المدى البعيد اللي بيحمل حقد وغل على المملكة الشقيقة. وبعدين بقى نوع من السخرية، ديلي تليجراف تقول إنه السعودية بأزمتها الاقتصادية هتضطر تخش في ديون واقتراض، وإن أنت إذا وضع كأن البنك ذهب ليقترض. تخيل بقى إن بنك رايح يستلف، هكذا السعودية، كلام ديلي تليجراف. ثلاثة، دويتش فيلا الموقع الألماني الكبير بيقول تحليل بقى أطول شوية إنما نفس الفكرة بيقولها. بيقول دويتش فيلا إنه في أزمة اقتصادية، بطالة، عجز موازنة، كل المشاكل موجودة نتيجة انخفاض البترول. وبعدين بقى تحليل دويتش فيلا بيقول إن في إنفاق حكومي مرتفع. هذا الإنفاق الحكومي المرتفع بيزداد سنويا، وصل ل 18% معدل الزيادة السنوية في الإنفاق الحكومي السعودي. الكلام في الاقتصاد صعب لكن بنحاول نبسطه. الإنفاق الحكومي بيزيد سنويا بمعدل كبير 18%. طيب انت عشان خاطر تمول هذا الإنفاق الحكومي يبقى انت عايز إيرادات كبيرة جدا. طب هذه الإيرادات تراجعت لأن كان سعر البترول 150 دولار البرميل نزل ل 40 دولار البرميل. ده معناه مش هتقدر تمول هذا الإنفاق الحكومي أو هذه الزيادة في الإنفاق الحكومي. طيب تحل ده إزاي؟ يبقى أنت عندك إصدار سندات حكومية، دين على الحكومة. فطبقا دوتش فيلا السعودية أو الحكومة السعودية أصدرت سندات ب 27 مليار دولار في الثمان شهور اللي فاتوا، وده رقم كبير. كمان إن السعودية سحبت من الاحتياطي بتاع النقد الأجنبي بتاعها. احتياطي النقد الأجنبي السعودي عملاق كان 800 مليار دولار، ده رقم كبير جدا، 800 مليار دولار. إنما هذا الرقم تراجع إلى 700 وشوية سنة 2014 السنة اللي فاتت، وبعدين 600 وشوية هذا العام اللي هو 2015. يضاف إلى ذلك طبقا دوتش فيلا إن في إنفاق عسكري كبير جدا. السعودية بتحارب التخلف والتطرف في الشمال والحوثيين المتطرفين في الجنوب، داعش شمالا والحوثيين جنوبا، كل دي تكلفة كبيرة جدا. السعودية ثالث مستورد للسلاح 2014 بكام؟ ب 82 مليار دولار، رقم كبير جدا نتيجة التحديات التي تواجه المملكة الشقيقة. إنما هذا التحليل
اللي احنا قلناه اللي هو خلاصته البترول سعره نزل، الانفاق الحكومي بيزيد، يبقى عجز موازنة كبير وصل ل 150 مليار دولار او هيصل لرقم كبير جدا. طب نحل ده ازاي؟ يبقى اصدار سندات. اصدار سندات يبقى احنا هندفع، يبقى ديون على الحكومة. طب والحاجة التانية ناخد من الاحتياطي تحويشة البلد، فنزل من 800 الى 673 مليار دولار. اذا استمر تآكل الاحتياطي واصدار سندات وارتفاع او زيادة الانفاق الحكومي ومفيش ايرادات جاية كتير، ده معناه ان السعودية مقبلة على اعلان الافلاس. ده كلام الالمان او الموقع الالماني وكلام الموقع او الصحيفة البريطانية والصحيفة الاسرائيلية. لما نحلل بقى هذا التحليل من جديد هنلاقي نمرة واحد ان في سوء نية واضح. ليه؟ دول كتيرة جدا عندها مشاكل، بريطانيا نفسها عندها مشاكل، فرنسا عندها مشاكل، ايطاليا، اسبانيا، كل دول بيصدروا سندات اكتر من السعودية، بياخدوا من الاحتياطي اكتر من السعودية، وبعضهم الاحتياطي بتاعه اقل كتير جدا من السعودية. اشمعنى هناك بتقولش الافلاس؟ يعني كلمة افلاس ديت هو الغرض منها ان يهز هيبة السعودية ويهز مكانة المملكة. نمرة اتنين، هو عايز يقول رسالة لرجال الاعمال السعوديين والمستثمرين ان كأنكم مقبلين على مرحلة صعبة، فيحاول يهز الاستثمار في المملكة. نمرة ثلاثة، زي ما قلنا دول كتير عندها مشاكل، ما يقولوش هناك افلاس، في معاد الازمة اليونانية يقول لك ازمة اقتصادية ازمة اقتصادية. طب قول ازمة اقتصادية، قول السعودية بتواجه ازمة اقتصادية. لا، يقول لك افلاس السعودية علشان خاطر يكسر الصورة الذهنية الثرية والغنية للمملكة. النقطة اللي بعد كده، مش السعودية بس اللي عندها مشكلة اقتصادية، العالم كله تقريبا، العملاق الصيني عنده مشكلة. علم الاقتصاد اللي متابع وقلنا ده اكتر من مرة، في تباطؤ في الاقتصاد الصيني. شو بقى العملاق ده لما يتباطأ معناه ازمة اقتصادية كبيرة في العالم ممكن تحصل. في انكماش في الاقتصاد الياباني، في انهيار في الاقتصاد اليوناني، في مشكلات ضخمة في الاقتصاد الفرنسي والاسباني زي ما قلت لحضراتكم قبل كده والايطالي. طب كل هذه الازمات، دول اوروبا، الصين تباطؤ، ازمة كبيرة في روسيا، انكماش في اليابان، يعني كل هذه الدوشة الاقتصادية وكل هذا الهبوط الاقتصادي اللي في العالم، ما تقولش فيه كلمة إفلاس وتيجي على مجرد أزمة اقتصادية في السعودية تقول إفلاس السعودية في كل العناوين في الصحف اللي احنا قلناها. النقطة اللي بعديها، السعودية مرت بمشاكل زي كده وأكتر، يعني مش أول مرة السعودية تواجه هذه المشكلة، دي مش مشكلة جديدة. حصل أيام الملك فيصل رحمه الله إن كان في مشكلة مادية كبيرة جدا في المملكة، والملك فيصل قدر طوال السبعينات والستينات او جزء كبير من هذين العقدين ان هو يحافظ على المملكه وقوتها الاقتصاديه ويعدي الازمه الاقتصاديه بسياسه تقشف وحنكه في الاداره، وعادت المملكه في عهد الملك الراحل فيصل. ازمه اقتصاديه في الثمانينات لما نزل بقى البترول لكام؟ ل 12 دولار. يعني دلوقتي نزل لكام؟ ل 40 دولار. لأيام الملك فهد نزل ل 12 دولار. وقدرت الحكومة السعودية في عهد الملك فهد إنها كمان تدير الأمور وتعدي الأزمة الاقتصادية. إذا كان في أزمة في عهد الملك فيصل وأزمة في عهد الملك فهد، وقدروا الملكين يعدوا ببلدهم في أزمة اقتصادية أعنف مما هي الآن. دلوقتي في كتاب سعوديين، الأستاذ جمال خاشقجي والأستاذ عبد الرحمن الراشد، كتبوا مقالات متميزة جدا في ضرورة الإصلاح الاقتصادي وإحداث تقشف وتنمية الصناعة وإحداث نمو في المملكة. يعني في كتاب في السعودية مدركين للمشاكل التي تواجهها المملكة وبيتكلموا على أنه لابد أن تطور، أن نطور الاقتصاد السعودي. في احتياطي النقد الأجنبي لا يزال فوق نص تريليون، هو 673، ده رقم كبير جدا. وحتى لو اتاخد منه في حرب اليمن وداعش على مدى سنتين ثلاثة 170 مليار دولار، هيبقى نص تريليون دولار لسه باقي. أضف بقى الثروات الشخصية العملاقة اللي موجودة عند رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، كل هذه الأرقام
اللي هي الثروة الشخصية العملاقة، احتياطي النقد العملاق نص تريليون، ده لو تم خسارة 173 مليار بعد كده. ثم النجاح السعودي في الحرب في اليمن، كل ده بيبشر بآفاق أفضل للمملكة العربية السعودية. إذا الفكر السعودي منتبه إن في أزمة اقتصادية، والمملكة كان عندها أزمتين ومرت منهم بسلام. الأزمة الآن أقل خطرا مما كانت أيام الملك فهد أو أيام الملك فيصل، وفرص الخروج منها كبيرة للغاية. الجيل الجديد في السعودية اللي عدد سكانها 30 مليون نسمة، عدد سكان المملكة الشقيقة، جيل متعلم ومثقف ويقدر يساهم في تنمية بلاده. خلاصة ذلك إن في أزمة مرت بها السعودية قبل كده كتير وعدت منها وهتعديها المرة دي إن شاء الله، وهذه الأزمة عادية جدا وأقل كتير جدا جدا من الأزمات اللي موجودة في أوروبا. لكن يجي الإعلام الغربي في أوروبا يقول أزمة اقتصادية ولكن كذا وكذا، يجي في السعودية يقول لك إفلاس السعودية علشان يسيء إلى الصورة الذهنية للمملكة ويثير الفزع في السعودية والخليج وفي مصر ولدى الحلفاء العرب. الإعلام الغربي لا يؤتمن. وفاصل ونكمل.